نذهب إلى جريدة الأخبار ونقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان أزمة حزب الوفد والحل. وقالت فيه: أزمة عميقة يعيشها حزب الوفد العريق هذه الأيام، تابعناها عبر الصحف وعبر الفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأزمة حول مرشحي الحزب في القائمة الوطنية اندلعت مع انطلاق ماراثون البدء في تقديم أوراق ترشح الأعضاء الجدد لمجلس النواب الجديد، وتلاحقت التطورات داخل الحزب وتضاربت المواقف ما بين المشاركة أو الانسحاب من القائمة الوطنية من أجل مصر بعد الخلاف حول الحصة المخصصة لأعضاء الحزب بالقائمة. وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبا، وهم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، التجمع، إرادة الجيل، حزب الحرية المصري والعدل والمؤتمر، وحزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويتقدمهم جميعا حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب تاريخيا على الساحة السياسية، وذلك قبل اندلاع أزمة إعلان انسحابه. وقد تابعت باهتمام دعوة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب الهيئة العليا لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لجلسة لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وقرار تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة تلك الجلسة. وحتى كتابة هذه السطور ظهر أمس ننتظر نتائج هذه المناقشات. أتمنى للحزب العريق أن يعود معافا موحدا قويا، فهو من أعرق الأحزاب الموجودة في مصر، والدعوة لانتخابات رئاسية بالحزب دعوة مهمة من رئيسه الحالي الأستاذ بهاء الدين أبو شقة، تعبر عن الثقة في القاعدة العريضة للحزب ومبادئه والرغبة العميقة في دخول معترك الانتخابات النيابية بجبهة موحدة الإرادة وإن اختلفت الرؤى، كما عودنا دائما أن يكون ساحة للديمقراطية التي شارك مؤسسوه في تدشينها عقب نجاح ثورة 1919، وهي الثورة التي جسدت مشاركة جميع أطياف الشعب المصري من أصحاب الأملاك والبشوات إلى أصحاب الجلاليب الزرقاء والفلاحين والعمال، وخروج المرأة المصرية لأول مرة، وشهدت ارتفاع شعار تحيا الهلال مع الصليب وتحيا مصر الذي صار شعار الوطنية المصرية حتى اليوم. فكم تعرض الوفد لانتكاسات وحروب ومؤامرات، كانت على رأسها قضية مياه النيل حين اضطر سعد للاستقالة عام 1924 بسبب خصم جزء من حصة مصر من مياه النيل لري مزارع القطن البريطانية في منطقة الجزيرة بالسودان. ويشهد التاريخ أن زعماء الوفد دافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض الذين أسسوا للوحدة الوطنية، كما يشهد على المواقف الوطنية لزعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول، مصطفى النحاس، ومكرم عبيد وغيرهم. ولا ننسى فؤاد سراج الدين الذي قاد نضال الأمة في معركة الشرطة التاريخية ضد الاحتلال في 25 من يناير عام 1951 في الإسماعيلية عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية. ومن ينسى معركة الإسماعيلية التي حاصر فيها الاحتلال البريطاني المحافظة، فما كان من فؤاد سراج الدين إلا أن أعطى تعليماته بالمقاومة. وهكذا كانت المعركة التي كافحت فيها الشرطة المصرية ممثلة لإرادة الشعب ضد المستعمر البريطاني، مما دفع قائد القوات البريطانية لإلقاء التحية العسكرية للشرطة المصرية. ونحتفل كل عام بعيد الشرطة إجلالا لتلك الذكرى الخالدة في تاريخ مصر. ومن ينسى عودة فؤاد سراج الدين لقيادة حزب الوفد الجديد بعد عودة التجربة الحزبية بقرار الرئيس السادات عام 1977،
ومن ينسى الدور العظيم للدكتور وحيد رأفت في لجنة تحرير طابة التي انتهت باستعادة هذه البقعة الغالية من تراب الوطن. نحن نتمنى أن يبقى حزب الوفد يؤدي دوره العريق في خدمة الدولة المصرية والمصلحة الوطنية، ليضيف صفحات من الفخار والمجد، ويهتف محبوه: عاش الوفد زعيم الأمة تحت قبة برلمان 30 يونيو.